رؤيتك للمباراه النهائيه النهائي الافريقي، طبعا مباراه كبيره جدا ما بين الاهلي والزمالك 27 نوفمبر، رؤيتك الفنيه من خلال المباراه دي ومباراه الاهلي والزمالك. حضرتك عارف كابتن هاني، حضرتك لعبت كتير، ملهاش اي مقياس، ملهاش اي يعني مقياس. يعني انت شايفها ازاي؟ طبعا شايفها ازاي الماتش هيبقى يعني. صعب جدا طبعا، خصوصا مع الفرقتين متحفزين جدا، بطوله كبيره جدا طبعا، بطوله افريقيا، ظروف متشابهه تماما. النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزه، نادي الزمالك يعني من سنين كتير جدا ما جابش لعيبه مميزه بالشكل الكويس دوت، خصوصا على مستوى المحترفين. فالمباراه اعتقد هتبقى مباراه صعبه على الفرقتين، خصوصا ان ماتشات الدوري كانت فيها شد وجذب بين الفرقتين. اعتقد المحترفين في الفرقتين هم اللي هيعملوا الفرق.